والله كريم، مش ما اكتبش عليك، عندي بريود من بعد العملية نتاعي، ما كنتش معناتها متابع برشا الأخبار، كنت نحيت حتى الريزو سوسيو نتاعي الكل، بعدت شوية، لكن الفترة الأخرانية رجعت شوية، حليت شوية الانستغرام، شوية فيسبوك. لا نشوف انه الإدارة الحالية نتاع السي اس اف قاعدة تعمل في عمل كبير، حتى المدرب اللي انتدبوه كان موجود في فريق عمل حاجة تضايق في الأفريق، منع مع حكيت للريكروتمون تاعو ان شاء الله تتنحى على قريب، نحات سي بون نشوف اوفيسيلمون. الحمد لله ان شاء الله. اهم حاجه للريكروتمون ان شاء الله يكونوا في مستوى طموحات جماهير النادي غادي السيق، في خاطر العام الجاي ان شاء الله مع المدرب الجديد، مع الريكروتمون باش يصير ان شاء الله في سيرة ترجع لبلاصتها اللي كنا مستانسين نشوفوها فيهم ديما ان شاء الله. عندنا ترشحنا للكاف، فما فرصة إن شاء الله للجيل الجديد هذا يدافع على مريول السياسات، ويعرف أن مريول السياسات سردين، ولازم إن شاء الله يكونوا في طموحات الجماهير الكل اللي تستنى فيهم. شفنا حتى عمير ملعب السعيد اللي تعدى، لكن الجماهير دينا كانت وراء الجمعية، إن شاء الله يكونوا في المستوى، وإن شاء الله العام هذا يعملوا عام باهي إن شاء الله.